اهلا وسهلا مشاهدي قناه الايام الفضائيه وحلقه جديده من برنامج ويا احبابنا. اليوم طبعا الحلقه ان شاء الله تكون باقي الحلقات مميزه وحال حال كل الحلقات اللي نفترمين طبعا في مركز العاصمه بغداد. اليوم شارع فلسطين قرب اسواق نادي ومجمع نادي. تعالوا يلا خلينا نشوف الحلقه واللي راح نلتقي وياه، خلينا نشوف وندردش مع ناسنا الطيبين في برنامج ويا احبابنا من قناه الايام الفضائيه في شارع فلسطين ببغداد قرب مجمع ناديه. اخوكم ماجد ياسين وقناه الايام ويا احبابنا. تعالوا خلينا نشوف برا اليوم ويا من منو شكو ماكو. يا الله تعالوا. جعفر شلونك؟ كم شلون هذا المجمع مالكم؟ هو مجمع نادي هاي المنطقة كلها له؟ لا لا هو بدا المجمع نادي. شنو مجمع نادي؟ مو كان مرتبات نادي صار مجمع؟ قرب مرتبات نادي. بس هذا المرتبات ولا هذا كله النادي؟ اي بالضبط سميناه على هذا الاسم لان اسعارنا كلها منافسة. منافسة؟ شنو شفتوا عندكم هنا؟ هنا ملابس نسائية. اكثريتها عليها خصومات شتوية صيفية؟ شتوي صيفي بهاري كل زين. السلام عليكم. اسم بالخير علي بحسين. شلونك ابو حسين؟ احنا طبعا قناه الايام الفضائيه برنامج ويا احبابنا. لا تروح جعفر، احنا جينا اليوم اولا نزور شارع فلسطين واليوم ويا احبابنا برنامجنا، ونريد حقيقه تحدث لنا عن هذا المجمع. ايش يعني شو ملابس نسائيه؟ ملابس طلعت نسائيه جهال كبار. لا لا نسائي نعم. استاذ احمد طبعا انت هنا انت والزملاء والاصدقاء والولد اللي موجودين الله يحفظكم، انت هنا انا موظف عامل؟ لا لا مسؤول. مسؤول المجمع اللي ابو الملك خليك انا مسؤول المجمع. كم صار لك شغل؟ 15 سنه. ما شاء الله من زمان يعني. خوش زين. استاذ احمد انت ولا جعفر؟ جعفر تعمو شنو طالب؟ ايام مطالب. انا وين بابكم؟ انا بالبلديات. طالب بالبلديات؟ بيتكم بالبلديات؟ بيتنا بالبلديات بس هي المدرسه بالبلديات. المدرسه بالبلديات سوفت. انا رابع. خوش ما شاء الله. كمل يعني ان شاء الله؟ ان شاء الله ان شاء الله. كمل له. تارك هاي السنه. اي بس انت لازم تكمل يعني تقدر تشتغل تقدر هذا ان شاء الله. وان شاء الله نتمنى لك التوفيق. احنا قناه الايام الفضائيه والله يحفظك ويرزقك صحه وسلامه وتحياتنا للسيد الوالد والوالده موجودين ان شاء الله. ان شاء الله من قناه الايام الفضائيه العائله الكريمه تحياتنا لهم ان شاء الله. وانت استاذ احمد شنو شغلك؟ انا موظف. ادري يعني طالب لو مو طالب؟ لا لا مو طالب. مو طالب. زين السيد الوالد شنو شغلك؟ والد كاسم. كاسم انت وين بيتكم؟ حي اور. طبعا سلامنا ولهن بحي اور. وايضا زين احنا اليوم ما شاء الله شفنا هذا المجمع الحلو والناس اللي قاعد تتردد عليه يعني العوائل اليوم لانه بدايه الشتاء صار لنا شهر في الشتاء واجواء شتويه كلها. اي نعم. صيفي بعد ما تكمل. لا لا شتاء بعد. زين احمد شو الاسعار؟ شوي خدمه خسرت سيدي المشعل يعني المخرج يقول خلي شوف. تعال جعفر. وصلنا سوتات. سوتات شلاني هاني يا يمه سوت شلاني. المناطق تلقاها ب 35 او ب 40 بس احنا مجمع يعني معروف مجمع نادي باسعاره وخصوماته. هاي القطع 20 على اساس 20 رخيصه. تعال تحت هاي المجمع يقول احمد جزاه الله الف خير بالمجمعات ترى ب 35 يا ناس يا عالم واحنا المجمع مالتنا ب 20 هاي خالي انت اعطانا تقول ب 15 ب 10 على اساس رخيصه. هذا الكواليتي ما التفت شيء يعني كواليتي او اللون مالته ولا هذا؟ لا 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 مالته كذا. انت خوش مبين عليك يا ابو مصلحه صناعه تركيه. نعم اساس شنو هاي بدله؟ هذا بس بينصل. بينصل شنو؟ فقط يعني فستان يلبس فوق جاكيت او بشيت. بشيت. زين عشان اسال شنو مطرة الدنيا راح تغطي؟ اي شلون لازم نغطي. شكلها حلو. هاي كلها ايش قد تكلف؟ هاي اللبسه؟ اي
30,000. يخوش أرخص من ذيك. زين هالشيء كله زين. وين شعرها؟ هذا مو شعر قرعة. ما يطلع له شعر. زين هاي زين هاي ترى شوف ليش كل سعره. هذا 15,000. هذا أيضا سود مع طلعة هذا يكون. شوف هذا كله 15,000. هاي بدله؟ هذا لا احنا منسبينه. يجي هذا جاكيت يلق وبنطلون قماش والبدي مالته. كل زين كل زين. وين انا كل النساء كل النساء يعني هسه من يريد يجي واحد هو عائلته يعني هو وزوجته واولاده واطفاله نعم يخلي المراه هنا ويروح يستوعب من عندكم لو شلون يعني شلون يعني قلت هسه المراه هي وبناتها تجي تسوق هنا غير من طبعا الاولاد وين الزلمه وولده وين يروح طبعا يجون ويا العائله غير يتبضعون وين جت ما عندك شو بس مال الاسوان اكو محلين هنا تقريبا ما حد فيها رجال وهنا من الصبا ماكو رجال قليل وهذا سوقنا هذا سوقنا قليل هو مجمع نسائي اي هذا مجمعنا فقط نسائي ايش اللي حتى نسالتنا في الفكره عنه إيه. كل زين وهاي القماص هذا كله هاي ايضا عندنا ستر هنا عشان مثل ما تشاهدون مشاهدي قناة الأيام الفضائية وبرنامج ويا أحبابنا ما زلنا يم الأخ الغالي حمودي يقول أبو ياسين هل إني أيضا أسعار شلون أسعار؟ أسعارها عندنا هاي القمصة الجلد 27,000 عندنا هاي 18 هاي أيضا سعرها 18 مو غنيتهم أسعارنا لا قمصة يعني من وين أبو كان يجيبون؟ كلها تركي مشي كلها تركي تركي ما عندنا عراقي؟ قليل قليل هسه بدات هاي خلال سنتين زين هاي الدول الباقيه هسه غير تركيا شو عجب احنا نجيب بس من تركيا؟ مو هنا المعامل ما مدعومه اول شيء كهرباء ماكو معاملنا اي معاملنا هسه مثلا اذا يعني انتاج كان انتاج محلي والعوائل يجون ياخذون شغلات عراقيه ماكو؟ ما بس ملابس ماكو والله اكو هاي قبل سنتين اكو صدريه قليل بس شوي يعني ما عندنا انتاج كمعامل اي معامل ما عندنا اذا نتمنى طبعا من الحكومه اللي قاعد يشاهدون برنامجنا برنامج ويا احبابنا من قناه الايام الفضائيه في شيء كهرباء بالمعمل ما موجوده الكهرباء هي هسه مكان شو الكهرباء امتى تصلح؟ ماكو بالعراق ماكو كهرباء ايش عندنا؟ وين اللي عندنا؟ يعني سنه سنتين ثلاثه والله بعد في ايام الله الحمد لله ما عندنا غير الله معلم رئيس الوزراء ان شاء الله يا الله يطلع يختلف عن الباقي ان شاء الله لا هم كلهم ان شاء الله احنا نتمنى اليوم اللي اجت الحكومه عندها لها دعم لازم نقول لهم بارك الله فيكم جزاكم الله الف خير ونتمنى هذا فيديو ما حد التقيت وياه عنده بايسكل وعنده صنده وطشت هذا اسم السطر مال الماي تبشر قال خير نظم ياسين فين اخبارك قال والله انا ارسل سيارات قلت له ايش قصر لك قال 50 سنه شي سنة إيه لا 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 ما خالف بس قلت هو الخير وين يعني شلون تبشر قال الحكومات اللي جتني نعمة فضيلة خير من الله قلت الحكومة الأولى والثانية والثالثة والهاي شفت نفس الشيء يعني ظليت بعدك ترسل فاحنا احنا نريد يكون دعم اللي الموصول يكون للمسؤولين اليوم اجى دولة رئيس الوزراء وسادة الوزراء ان شاء الله اكو دعم من قبلهم للمواطنين للشعب اليوم شعب عين اليوم ان شاء الله ويصير هذا يعني المواقف اللي موجوده من الحكومه للشعب اليوم احنا حتى نحس اكو تغيير يعني تغيير طبعا ان شاء الله نتمنى احنا يصير تغيير انت سيد امنيتك للمسؤولين السيد رئيس الوزراء للساده المسؤولين نقول عسى ولا بد انه هو يعيد تنظيم المعامل الشركات العراقيه هذا بنيه تحتيه شنو؟ يسمونها بنيه تحتيه؟ يعني شلون؟ يبدي بيها؟ الناس تدخل يسلحون الاهل المعامل المعامل كهرباء والبنيه التحتيه ممنون البنية التحتية والله تعال هسه اذا اعزائي المشاهدين طبعا نشوف هاي الملابس الحلوة ايضا ويا احمد وهاي زين هسه مالك كبار صغار احمد تعال ها آه لا لا هذا كبار لا هذا قصير هذه اه هم هو المدير هيجي المدير القصير يعني قصدي مو مال اطفال لا 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 مدير هذا مشمول بالبنية التحتية ها الله يحفظك نحب احنا طبعا حبينا نسلم عليك اذا اعزائي المشاهدين طبعا راح نودع احمد ونقول له بارك الله فيك ان شاء الله توفيق ويا رب ان شاء الله وين الله وان شاء الله ها ربنا ان شاء الله والحكومه تسمعك ونتمنى اليوم الشركات ترجع المعامل ترجع الصناعه العراقيه ترجع المنتوج العراقي ان شاء الله يرجع واليوم نتفائل بالخير ان شاء الله وعلى احتياجك البنيه التحتيه ان شاء الله ترجع الامور زين للخير جاي ترجع السنه التحتيه تصير اعمار عمار شو ليش شو اي والله اي والله
اخونا الكريم جينا وشفنا هذا ايضا من المحلات الحلوه اللي بشارع فلسطين، بس خلينا نشوف شو ما حد اكو. شوف من هنا الموبايل لا يبدل ولا لا يرجع. سال الموبايل هو كله. السلام عليكم. ابو من؟ ابو زهراء. ابو زهراء شلونك؟ حضرتك الزهراء ان شاء الله. ابو زهراء شو انت تبيع برازيلي؟ اي نعم. البرازيلي رخيص. نعم. ذهب. نعم. وانت الكاتب المباح لا يبدل ولا يرجع. ايش عجب؟ شو اريد ارجع؟ شو ما ادري صدق؟ لا والله. لا بس خليت وجهك على هذا. هسه انا جمهورنا الكريم هذا المحل الحلو اكو عوائل لربما ما يقدر يشترون ذهب. مو؟ والذهب غالي. ايش يشترون؟ هذا رخيص برازيلي. برازيلي وكل الاشياء موجوده. إذا كانت سوارات، قلايد، تراجي، محبس، سوارات، كل شيء كان موجود. زين. ورخيصات مني؟ رخيصات. 2000 دينار. العباس عليه. شان من فتح. ما شاء الله. خوش. يعني ال 2000 تراجي، زين السوارات؟ هاي 5000. هاي 5000. تعالي لو شوفنا بالعرس. كان الذهب اشمرهم؟ لا لا يقول شو اسمه هذا شو اسمه الذني الجوده من الموجود الجوده الناس ما عندها تشتري وتشتري شنو المشكله؟ مو هسه انا اشتري هاي ب 5000 واشتري هاي ب 2000 ولو بشتري بعد قلاده بهذا كلهم ب 10000 حجر هم سرعه؟ اي هذا حجر وين عندنا؟ وين الحجر؟ هذا مو حجر هذا حجر تعال ابو زهراء يمي هذا انا سلام على ابو شو ابو مصطفى مصطفى شلون خلينا ابو شيخ شلون اخوي اقول لك ابو مصطفى هسه اني وين خلينا نشوف لا بس هيدا فهم ولا الحجل مو قبل كان الحجل هذا ليش ندور الكلاسي ايه مو القديم القديم ايه القديم قديم موجود عندي موجود داخل سعره هذا مش هذا هذا كله على 2000 على 2000 يعني زين هسه هاي هذا كرسي شو اسمه؟ هذا مو كرسي جابر هذا سلاح زي كردي سلاح جابر شنو؟ شو زين؟ اي هذا زي كردي زي كردي يعني هذا اللي الف الف سلام وتحياتنا لاهلنا في كردستان العراق نسلم عليهم ونقول لهم من قناه الايام الفضائيه ان شاء الله هاي الاجواء الشتويه والسنه الجايه سنه خير على كل العراقيين من كردستان العراق للبصره للعماره الكوت دياله تكريت كركوك الانبار العاصمه الحبيبه النجف النجف اولا وثانيا كربلاء المقدسه وكل مدينه النجف الاشرف وكل الناس اللي موجودين يشاهدون العراقيين تاج على الراس بما فيهم العاصمه الحبيبه بغداد ابو من قلت ابو مصطفى ابو مصطفى يعني هسه من عائلتي إيه؟ وتشتغل في 10000 إيه؟ شبه 10000 لا والله يعني ياخذون 5 قطع لازم اي يعني ب 5000 لا 5 قطع عشان عملنا يقول المباع لا يرجع هو ب 2000 بعد يرجع لنا اذا اعزائي المشاهدين استاذ محمد وين العين السيد المخرج ابو علا ابو مصطفى وابو ساره يقول ابو ياسين هي لنا ب 2000 دينار وهي مسوقه ب 2000 دينار او 5000 اذا كلش كلش وتاخذ الحاجه تبقى يمها فد اسبوع وتريد ترجعها تبدلها على اليمن خصوصا هاي الاكسسوارات يعني ما تتبدل ما تتبدل شامين قطع من الخربه لا بالاستخدام بالاستخدام على كل شيء هاي شو استخدام ليش تستخدم يستخدمونها يوم يومين يبين الاكسسوارات اذا يستخدم يوم واحد هسه من واحد عنده حنه لو عرس نفسه من هذا ما معروف اي ما معروف وهي قدام الوالد بيبقى مال ما يكشف ما يكشف وهذا اللون مالته يسمونه 24 كي يعني هذا ما شاء الله اكو موديلات جو ما شاء الله المحل ان شاء الله عامر جمهورنا الكريم فعلا مرات يعني يقول العوز مو لكن احنا ما نقول نقول ان شاء الله البضاعة شو موجودة لا البضاعة موجودة واللي اللي ياخذها هذا موديل ارقم يعني مو ارقم مرغوب اكثر من هذا اذا يلبسونه ويضيع وينكسر عادي ما ينقهرون عليه والله فتح حاجات كلش حلوة ومرتبة ونظيفة بهذا المحل الحلو اللي هو من ضمن مجمع نادي اللي بشارع فلسطين وحلقتنا اليوم ويا احبابنا التقينا ويا الناس الطيبين ابو مصطفى اخونا وابو زهراء الله يحفظهم ويحفظ خواتهم ان شاء الله من زمان ابو مصطفى اخونا بالشهر جمل في عاده فائده له هيك لا في خير شو احنا نبيع جمله مفروض
جملهم للناس اللي يجونكم يعني من مناطق ما مناطق محافظات ما احنا انا اي جازون لنا تتم يعني بالشهر جو هنا انا نمجم له اي جو خوش كل شيء يعني اخذ بي كم 200 دينار اي والله 200 دينار يعني بورقه شويتي شيل روحك شيل روحك شيل روحك العباس عليك العباس عليك شكرا والله. إذن أعزائي المشاهدين يعني مثل ما شاء إذن اللي يراته من أسام زي كرد أسام أنا نان المنطقة شبيه نان المنطقة يقولون هاي الأزياء الحلوة الموجودة الذهب الذهب اللي موجودة هذا بس شو تشتكي له ذهب انت تقول ذهب مو ذهب ذهب برازيلي البرازيلي شنو يعني احنا نسوي هنا لا نشتريه لا لا نشتريه من الصين من البرازيل شاهي برازيلي وانت مجيبه من الصين ونبيع يسمونه ذهب برازيلي احنا ما ندري شو تات عليه حاجه من الصين واصلها من البرازيل بس يسمونه ذهب برازيلي ذهب برازيلي اسابيعش هاي ب 15 جملة مالتين ب 15 يعني هسه الناس من اللي يلبسونها بالعرس ما تبين والحلوة اللي بيها ما تكشف وهذا هذا زي مال الاهل مالتنا وناسنا طيبين اهلنا ناسنا اللي زي الكل اللي يلبسونه موديلات كلاسيك وهذا؟ اي وهذا حسام جابر ما ادري موجود؟ هنا إذن مثل ما تشاهدون جمهورنا الكريم مشاهدي قناة الأيام الفضائية وبرنامج ويا أحبابنا يعني ما زلنا في هذا المحل الراقي اللي هو صاحب أبو مصطفى وأيضا أخونا أبو زهراء شفنا الأشياء الحلوة اللي العائلة اليوم يعني يقدر واحد أبو العائلة يشتري بنته هدية لا أسعار جملة أسعار جملة يعني سعر المفرد بسعر الجملة نفس الشيء كم مفرد هم تطول؟ اي مفرد نطي كل شيء يعني بالجملة اذا الحاجة بالفين بالجملة هم بالفين يعني هسه انا من اروح هسه يجي ابو العائلة بنت ناجحة يسوق ويطيح سوي لنا حساب جملة خوش ومن يروح البنت ايش عم بها؟ ذهب لا صدق والله منظر حلو هذا ورا سنة تتعارك ويا ليك هسه ورا سنة هنا سوار سنة بلش مكون نفسه اه بالمناسبة هذا المحل الوحيد هو بالعراق يعني الزبون لما يدخل ياخذ راحته يعني ياخذ راحته بالتقدير يمشي لانه يعني بمحل شويه فرق كبير بالهذا اللهم ربي يحفظك ويعلي مقامك ورزقك من قناه الايام الفضائيه وتستاهل كل الخير انت وابو زهراء وفعلا يعني وهاي شنو هاي استاذ؟ هاي محابس شنو هاي يعني هذا المحابس ايضا هاي شنو فضل وهي لا لا هو ما في فضل ما في هم يشوفوها هم رخيص بس بيش الحلقه 2000 صدق يعني اللي زوج 25 اللي في البيت صدق اي من 50 25 الف تكمل المره لا شوف انا شو زين جمهورنا الكريم مثل ما قال ابو مصطفى قال انه المحابس اللي موجوده والحلقات اللي موجوده الحلقه تجي تاخذ حلقه بيش ب 2000 دينار تجي تاخذ محبس ب 2000 دينار كراشي ب 2000 دينار سوارات ب 5000 اه احنا عندنا هذا الاسم مدير التصوير مالتنا استاذ حيدر متزوج خطب هذا عرض خاص هذا ب 5000 يعني هذا حصريا بس عندنا هذا انا مستورد اي يعني مو مستورد انت تعرف بالشغله اي طبعا ما انا هاي خلينا نفتر شوي خليك السيد المخرج هنا انا شوفوا جمهورنا الكريم هنا انا ابو مصطفى وهي الموقع الحلوة الموقع انه هذا يسمونه الذهب البرازيلي بس منين جايبه؟ من الصين من الصين والهند من الصين والهند كان هند زين هو اسمه صيني وهندي يسمونه برازيلي يسمونه برازيلي مو دول السوريين طلعوا له اسم برازيلي هم عندنا هنا لا لا هو اول ما نزل بسوريا نزل بسوريا العراقي سأل هذا منين تجيبه؟ قال له انت شنو عراقي؟ قال له اي قال له من البرازيل يعرف العراقي ما يحصل فيزا البرازيل. على مود. أقول لك يعني أولًا الناس تحبنا بكل البلدان وسمعتنا حلوة والأمور زينة. سنة 2004 تقريبًا. حس المهم نقول الخير جاي الحكومة جاية. إن شاء الله. وإن شاء الله اليوم الخير أنت كل ما تتفاعل بالخير. لا لا إن شاء الله. على يقول يفعلوا بالخير. تجدوه. بس احنا اليوم بدت الاخبار ان شاء الله شو؟ لا لا ان شاء الله زينه الامور زينه الوضع زينه الحكومه زينه الوزراء زينين
هاي اليوم مثل ما قال هذا قبل شويه واحد من المواطنين قال البنيه التحتيه اريد اكون تبون يعني المعامل كنت تشتغل، الشركات كنت تشتغل، حتى خاصه العراقيه يعني المنتج العراقي اليوم احنا محتاجينه. يعني هسه هاي يعني المواد كلها رخيصه ابو مصطفى، هاي يعني احنا ما نقدر نسويها بالعراق. لا لا نقدر، كانت عندنا مصانع بس بسبب الكهرباء والاماكن واليد العامله. قصدي انت ست من تروح للبرازيل لو تروح للهند لو تروح للصين ما تكلفك كفيزه وفسار، لا تكلف بينما لا سوي انا معمل موجود انا توفرت لك هسه كل الاجواء وقالوا لك تعال سوي معمل. اي نشتغل. تشتغل ولا مش اي نشتغل وارخص. اي ارخص مو ارخص طبعا، وهذا شو كله نحاس وحديد. اذا الاعزاء المشاهدين خلينا من وقت الاخ الغالي ابو مصطفى وابو زهراء والله ربي يحفظهم ويحفظ قوتهم من قناه الايام الفضائيه، نقدم لك جزيل الشكر على هالامور اللي موجوده. وفعلا انا اساسا دخلت يعني يمكن انا شايف هاي الامور، لكن نريد نعرف ايضا الاخوه مشاهدين العائله العراقيه اللي يشاهدونا من خلال قناه الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابنا، شفنا انه شلون التسهيلات الحلوه. يعني تجي انت تسوق لك بشغلات ب 10,000 تاخذ لك الشغله كلها زينه وحد يدري، شغلات راقيه وراقيه وهي نفس ونفس المواد الذهب الاصليه. نفس الشيء نفس يعني هاي الموديل نفس هذا الموديل بس هذا ذهب اصلي وهذا نفس شلون عندنا هذا موجود. يعني هذا هالشهر هذا طلع انت نزلت له نفس الوقت. اي احنا هاي قبل كم يوم نزلنا. يعني استاذ ابو مصطفى يعني قبل انهي اللقاء وياك انا اسف يعني هسه هاي من اجى ونزل الموديل تودون المعمل يسوون له هنا ندز صوره للصين ويدزوا لكم ويدزوها بس بشرط نقول لهم يعني الضمان نريد هذا اللون ما يكشف. وين تدزكم اياه بالبواخر بالهذا عن طريق الجو او باخر؟ بس على الباخره يتاخر حوالي 40 يوم بالجو 4 أيام 5 أيام. سعر الجو اغلى من الباخره بفرض 20 20 باخره. زين ندز بالباخره و40 يوم كان خف المونه مالته تروح. لا لا ما عليه شيء ما عليه شيء بيضمان سنتين ما يكشف. إذن أعزائي المشاهدين حقيقة هذا المحل الرائع اللي يستحق من عندنا كقناة قناة الأيام الفضائية وبرنامج ويا أحبابنا نقدم له شكر جزيل من خلال برنامج ويا أحبابنا. شفنا الأشياء الحلوة وشفنا الذهب اللي هو يعني حقيقة هو برازيلي وجايبينه من الهند ومن الصين ولكن بأسعار كلش كلش رخيصة وبسيطة. المود المواطن اللي ما عنده إمكانية يقدر ياخذ لبنيات عائلته خلص له هسه بس وقت منا على ما الله سبحانه وتعالى يرزق ويفتح الامور بوجه ان شاء الله وبالخير مو ان شاء الله وان شاء الله احنا ممنونين من الله يسلمك. الله يسلمك جزيل الشكر وسلم لنا على العائله وعلى قناه الايام الفضائيه اللي حبيت تقول لها. اشكركم جزيل الشكر. كل زين وبعد بعد هاي شردون كلمتكم شنو خلصت شنو طريق الشكر عادل شكرا. الأعزاء المشاهدين أحبين اللطف الجوي أخونا أبو مصطفى وأيضا وي الغالي أبو زهراء تحياتنا لكم ومستمرين وياكم بعد الفاصل لنا وقفة وبرنامج ويا أحبابنا. أخوكم ماجد ياسين من شارع فلسطين قناة الأيام. شوف شارع فلسطين كلها الاقماش والترتيبات الحلوه والبضائع الموجوده من الصين ومن تركيا وايضا اليوم يجيبون من شورجيا ويجيبون من السوق العربي بالجمله وعلى هنا بالمفرد واسعار يعني زينه ولا باس بيها. رد تعطيك هديه تعني خلينا نشوف هذا الولد هم ايضا خلينا نسلم عليه وهم نعطيهم هديه الله يسعدك. زين شو اسمك؟ نور الدين. نور الدين ايش تبيعته؟ سعبان النفار. طبعا اليوم ايضا التقينا بنور الدين احنا غايتنا يعني نشوفه ونلتقي فيه نعطيه هديه. اليوم شفنا نور الدين واخو احد يقول انا ما لقيت هديه ابو ياسين والامور. عليكم السلام اهلا تعال تفضل يلا سيلفي. ليش ما نسالك لقاء نعطيك هديه؟ هذا حالات الحجيه شرف ملك اللقاء بك سلم عليك. يلا على راسي. نور الدين لا تروح خلينا لا تروح
لا تروح خلني بس نسلم على اخونا عمار عدنان. عمار عدنان وين أنا كنت منتسب بس متقاعد. بس متقاعد. الرويتب عندك ليش؟ لا زين رأسي. الرويتب زين ماشي. ماشي. دول عوين؟ أنا عوين. بس تجي تقول أهل لو يعمل. إيه أنا ولا أهل بس راح عليها يستحون. لا لا خليهم على رأسنا إحنا لا إحنا نريد نسلم عليه. حياك الله. البيت قريب على شارع فلسطين ده بعيد. إيه بغداد جديد. آه سلامنا وأشواقنا لأهلنا وناسنا الطيبين في بغداد جديدة. وش موجودك أبو مصر؟ أبو فاطمة. أبو فاطمة فاطمة شبيرة ما شبيرة كذا. إيه يعني من رابع إعدادي. كثير كثير بعد ماكو بس فاطمة. الحمد لله. الله يخليك إن شاء الله. ما صار بعد. ماكو بعد. أنا عبد أبو شنيع. بعد يعني. لا الحمد لله. شاهي يا فاطمة شوية. شوي ان شاء الله ان شاء الله الله يخلي لك اياها ان شاء الله ونشوف ولد ولد انت والعائله الكريمه ويعلي مقامك والف سلام لك من قناه الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابنا. اليوم انت جيت تسوى؟ ايه شو تسوى؟ هو اشتريت لفاطمه ملابس وهاي اخو شوي بالمدرسه ولا كم جبتوها يا اخي؟ ما ادري بدي شو اسوي له ويلي يا ربي ما ادري اي قاعد جنوب هناك يا اليم موجود اي سيد الوالد الوالد اخو شو الزين نسالك نعطيك هديه وين بعد تعال اعطينا هديه وين جيب لنا هديه ابوي بدون سؤال بدون سؤال احنا ما نسال احنا نسلم عليك حياك الله نسلم عليك وش تسوى قلت له والله احنا تعال اقول لك انا الهدايا مال فاعل الخير حياك الله شنو يا عمي شنو هي تعطينا هديه شنو هو هو المره هاي شنو هي احنا شو مطينا هديه غير الا ولا ما ادري هذا الهديه اولا بالفعل خير من قناه الايام الفضائيه قال ابو ياسين احنا تدري بالفضائيات شو يجيبوا لنا بالفضائيات؟ يجيبوا لنا ناس يجيبوا لنا هل الموجود؟ نعم احنا بما انه جايبين هديه هاي لك اخويا ورد ربي يحفظك ويعلي مقامك ابو فاطمه وممنون من عندك خذينا من وقتك باي بوس ممنون لين قلت السلفي ما طول قلت والله لا خلينا نسلم عليه مشكور سلم لك تعال عمو تعال انت نور الدين نور الدين نور الدين انت وين ثاني ب... لا منتسب منتسب يعني ايش تاسب يا عمو كاسب على قول منتسب منتسب وتبعت منتسب اه ايه وين بيت المدينه اه سلم سلم على المدينه يا اهل ربعك جماعتك سلم على جماعتي كلهم واحد واحد وعلى جوائنا وعلى اقاربنا كل زين وين بيام كان في المدينه بالداخل بالداخل لا يعني ألف 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 سلام وتحية لعوائلنا وناسنا الطيبين في مدينة الصدر طبعا اللي هي قطاعات وين؟ نعم قطاعات اي نعم 25 25 25 مقابل متسبة قادسية انت قطاع 25 اي نعم يا قطاع 25 مقابل قادسية اي نعم مقابل متسبة ولك شنو تعال منك اللي قاعد تصور وانت قاعد تتعارى شنو حبيب عيني اليوم نور الدين شفناه وسلمنا عليه واليوم ايش عجب هناك ماكو شغل؟ لا بس انا متعود من زمان يعني انا قديم هناك من 2011 من 2011 اي ابو تسعة نفر بعد منين يسوون اخوان؟ ها؟ انا قبلنا بالمدينه هناك بالمدينه زين المعمل نظيف ومرتب ايوه انا قديم ايش وحدك؟ ربع دينار ربع؟ اي شو اسوي بيش كذا؟ يعني الحمد لله لا لا الحمد لله مليار مرة وانت قانع برزقك وانت محترم هاي بيش وحدة هاي ألف هاي ألف هاي شنو يعني نفاخ 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 اي نعم زين وماشي الأمور اي الحمد لله ماشي يعني 25 كل شيء يعني الحمد لله قانع يا قانع زين نور الدين وزوجته اي الحمد لله اه اي ما شاء الله اي والله اي والله يعني اثنين بنات اللهم صل على محمد روان وجنات وجنات روان تاخذ لنا هاي اللي اهم هديه من فاعل خير ممنون منك شكرا شكرا انا قادم واحنا اخذنا من وقتك يا انا مصيبي تدعي حبيبي قلبي مبروك سلم على البلد الله يحفظك ممنون 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 اذا جمهورنا الكريم تعال خلينا نسوي اهم مال شلونك هاي بنتك تقول لا خصوصا تعال تعال حبيبتي تعال تعال يلا تعال ناخذ صوره كلها يلا خلي ياخذ من ياخذ من صوره يلا خذ لنا وين الكاميرا ها ويانا ايه تعال حبيبتي تعال 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 عموما ابو سجاد ابو سجاد وين هذا سجاد وهذا شو اسمه جواد اسمه جواد جواد يعني جواد جواد يعني جواد ال اكو جواد اكو جواد 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 واسمه سجاد
ولك يا بوش بلاش ما تقبل بلاش ايش حبيبي هاي جمال هاي كبير شو سجا 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 الله سجا بتختي هم اسمها سجا يلا ناخذ لنا عشان احنا ناخذ صوره جمهورنا الكريم طبعا ما زلنا متواصلين وياكم وبرنامج ويا احبابنا من شارع فلسطين من قناه الايام الفضائيه وكلكم ماجد ياسين ابو سجاد مو ابو سجاد شو يعني سايق تاكسي الف طبعا سلامنا مو منا كل زين كل زين اليوم اخونا من الحلين شيء سو انت وسجان العائله الكريمه كنا بالزياره وجانا بالعافيه ورحت الكاظم عليه السلام الكاظم صرنا من سلام الله الكاظم عليه السلام وين رحتوا يعني صبح والله طلعنا الظهر من وراء الدوام جينا وتغديتوا بالملو وتعشيتوا لا لا تغدينا بالبيت طلعنا جانا الكاظم وجانا كل شيء غيرت الجو؟ غيرنا الجو الحمد لله كل شيء كل شيء الحمد لله وين الهدية؟ جيب لنا هدية بالله. إيه، بس راح يجيبون لنا هدايا. أبو سجاد، إحنا حقيقة فرحانين، إحنا عبالنا يعني طلعتوا من بغداد، إنه طلعتوا بالهذا، إنه فرحنا، إنه فرحنا أكثر. ما أقول لك. قالت الداخل يا صوت. الله يسلمك، الله يخليك عمو. أي ثاني متوسط. كل زين وش اسمه؟ جمال خامس؟ جمال الاسم اللي الهدية. إيه، حبيب قلب الله سجاد بيأسف. سجاد شو اسمه من المستشفى؟ هني؟ ايه؟ مستشفى جوال وانت؟ استاذ جوال انت استاذ جوال؟ اقول له شو اسمك؟ يقول لي استاذ جوال وانت شو جمال؟ زين من تكبرين شو تصيرين؟ معلمه كل زين وسجا دكتوره دكتوره سجا كل زين دكتوره سجا طبعا انا اعتبرت اختي هم اسمها سجا هم تخرجت ما شاء الله بكالوريوس بالمدرس ان شاء الله ان شاء الله يوم لهم وش سويت اليوم والله بعد الجو من الصبح على الكشمان سو لا احنا جينا ورا الظهر الحلة طلعنا ورحنا زرتوا احنا زرنا وجينا استونا يا الامام كاظم عليه السلام قالوا لنا ناخذ صوره الحمد لله الحمد لله واحنا كنا من قناه الايام الفضائيه هناك في البيت يعني في بيتك بعد اكلوا العائله وياك يعني لا والله واحد يمجر ليش 300 زين الحمد لله كل شيء ما اقول التقنيه ان الله سبحانه وتعالى يبارك برزقك وبعائلتك والله يحفظك ان شاء الله واحنا قناه الايام الفضائيه عاد سنين خذينا الحمد لله ان شاء الله الخير جاي الخير جاي ان شاء الله والله كل شيء الخير جاي ان شاء الله اي والله سلم من الله خير اي والله هذا البلد العظيم اي والله دمرونا والله العظيم ان شاء الله رحم الله والديك الله يعزك بالخير ان شاء الله بالخير شاي واحنا قناه الايام الفضائيه نسلم عليكم نتبارك لكم ان شاء الله ترجعون بالسلامه ويوم ان شاء الله البيئة الملك ان شاء الله الله يكرمك سجاد الغالي الايام الجايه ان شاء الله الله يكرمك نتامل ان املي اكو امل اكو امل الله أكمل. الله بالكل ان شاء الله وعلى الحكومه ان شاء الله نشوف كل الخير في المراحل ان شاء الله سلموا لنا والله لحد الحكومه تبشر بالخير يا الله يا الله شلون ابو سجاد لا والله زين هو ما متعدد لا هو تدري يطلع الصبح بالتاكسي يرجع بالليل والله ارجع ب 12 الظهر صدق والله ومن ترجع تلقى هذا الجمل ما لقيت تلقى ياكلك الحمد لله يوميا شكل والله الكل يوم ياكله كل شيء وانت سجاد راضي على بابا من تكبر دير بالك على بابا اني تعب عليك وسواك تلمه وباك اكبر تتخرج وتصير شو اسمه دكتور تصير معلم تصير طبيب كل شيء مو دير بالك على بابا وماما خليهم بعيونك اي والله شاكك شو تقول؟ اذا حبك عمو كل زين الله يخليك ان شاء الله شكرا 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 جمال حبيبه قلبي من تقولين دي باش على ماما خليها بعيونك خوش من يروح بابا من يروح بابا انت ولا سجا دير بالكم على البيت ساعدون ماما مو لو ما ساعدونها لا ما يساعدون دراسه 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 ما يطلعون ماضي يا ماضي اي والله المسلسل مالتنا حيل الشرف لا لا قصدي يعني تاس خوش لا 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 دراسه ماكو دراسه دراسه ماكو انت ما تدري من عندهم شغل يعني لا لا ابد ابد منا على ما ماكو لا شارع ولا شاطر لا لا كلهم الحمد لله كلهم موال كلهم موال احنا من قناه الايام الفضائيه تحياتنا لهم والله امر ان شاء الله يوم التخرج ويفرح ابو سجاد ومسجاد بيهم شات وين تعال خلينا نشوف لك سؤال بعد طاموس من نقره عين الخبز وين الشعر بنات يما قمر الدين وين الصاعر اساس كان هنا
يلا شل منه. ممنون ممنون ممنون. يلا باي باي. شكرا بالسلامة. توصلون بالسلامة. ممنونين ممنونين ممنونين. يلا تعالوا خذوا تعالوا. وين التليفون؟ يلا خمسونة. تعالوا خذوا يلا. تعال جواد. تعال تعال هناك. يلا. يلا. يا هلا ومية تعال 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 تعال. ولك تعال. طبعا ما زلنا مشاهدي قناة الأيام الفضائية وبرنامج ويا أحبابنا في شارع فلسطين قرب مجمع نادي. سلام عليكم. سلام عليكم. السلام عليكم. أبو سجاد. أبو سجاد شلونك أبو سجاد؟ الله يسلمك. والله إيش في أصدقائي يعني واقف. يعني ما شنو شغلك؟ ها؟ شنو شغلك؟ ما أشتغل. شنو عايش على الطاقة الشمسية؟ الحمد لله والشكر. تريد هدية نعطيك الفلوس بس انت خوفتنا. كيف؟ بس انت تشتغل تقول ما اشتغل. شنو عايش تقول؟ اشتغل على الله الحمد لله والشكر. يا عملت بالله. نخاف تجاوزنا وجينا. لا لا العفو بالعكس. اسف انا اعتذر. على راسي لا والله. على راسي. شفتك يمكن ضايج انه بسالف. لا لا بالعكس الله يخليك. يعني نقدر نسولف اكثر ونروح. لا لا تفضل سولف براحتك. لا مو انا عبالي الشغل اقول لك انا بالسبعينات بال 71 72 كنت اشتغل ابيع ماي. انا ابو حنش اسال ناس تعرفني فنان. انا اعرفك. دخلنا خدمه خلنا خدمه تخاف يعني جوز جيت جينا عليك وضجيت. لا بالعكس. بعدين طورت الامور قمت ابيع شاي. الله يخليك. والله العظيم وداعت اولادي وداعت صحتي وعافيتي. وبعدين شوي شوي الامور صرت عسكري اخوي خلصت الجيش قمت اغني ابوي قال لي لا لا تغني. لا ما لي تغني صوتي حلو كنت اغني شويه. الله يسلمك. بعدين سوى جيت اشتغلت بالتمثيل نهاية الثمانينات صرت ممثل ومشت الامور الحمد لله شكرا. فانا بالعكس انا وياك وياك انت تاج على راسي. الله يسلم راسك. لا بالعكس ما ابغى خوش بس احنا نسلم عليك ولا نسلم عليك؟ اهلا وسهلا. قول لا وين نسلم عليك نعطيك هدية نروح. السلام عليكم. بسم بالخير. اهلا. اعزائي المشاهدين طبعا ايضا ويانا ملتزم. وين بابو كان؟ مستورة بغداد. شنو مستورة؟ احنا ندري واحنا نريد نقول للعالم تكلم ويا الاخ الغالي بسم بالخير. خلدون خلدون. خلدون ايش؟ خلدون جميل. خلدون جميل هسه تبع لك بالفوش طوري؟ ايه بعد. اذا طبعا اعزائي المشاهدين الف شكر وتحيه لكل المنتسبين كل الشرطه الاتحاديه سيرجع لك فديتك موجوده كل المنتسبين كل الشرطه وكل الجيش وايضا بيش مرقه والاجهزه الامنيه وحي الشعب الكل على راسنا من خلال قناه الايام الفضائيه وهذا البرنامج اللي هو ويا احبابنا خلدون انا ادري بك من هذا شفت اليوم جاي هنا بشارع فلسطين. والله جاي اشتري ملابس مره. وين شو اشتريت؟ اليوم ما شاء الله مرتب جيد وصابون. اول مره طالع اليوم مجهز؟ اي والله اليوم مجهز. بالعافيه بالعافيه بالعافيه. متزوج؟ تجاهلت. الله يخليهم. الله يحفظك. تعطيني هديه؟ هاي طبعا خلدون شافانا مره فوج طواري بالشارع بالسيطره فالف تحيه لكل السيطرات اللي موجوده من الشرطه من الجيش وهديه لك بسيطه. سلم لنا. خلنا نروح بعد سلم لنا على الولد كلهم مشكور. هذا خلدون كان بالسيطره ويقول في اليوم جيتنا ابو حنش ثياب الشرف هسه بعد شفنا حتى نسلم عليه ويستاهل كل الخير والف تحيه لكل السيطرات. نرجع لاخونا ابو من؟ ابو سجاد. ابو سجاد انا حبيت اسلم عليك. شفتك انت باب رزقك هذا. الله يخليك. واكيد يعني انت اكو مردود مادي يجيك. المردود المادي اللي يجيك شيء بسيط لانه ما صور يعني ذاك أيوة طبعا. فانت استعيت من عندي ما تريد قدام العالم. لا لا الله اخ عزيز الله يسلمك. وانا حقيقه انا ماني دخل بخاطرك وانت اخ عزيز. انا من جيت حبيت اسلم عليك قلت لك انا جنت كان شغلي وما استنكر. لا لا بالعكس انا بالعكس انا هذا فخر لي وانا يعني تدري رصيد حياتي اللي اشتغلت فيه بالبدايه. الله ان شاء الله. خلي بالك ما مثلك بلاش انت تشتغل بالماء اشتغل بالعتي اشتغل بالاسمه بالاسمه بالشاي بلا انا يعني شوي شوي طورك الامور الله سبحانه وتعالى يعني وفقنا ان شاء الله. وفقك ان شاء الله. ازيد فانا من جيت اسلم عليك ما بدك تزعل من عندي لان بالعكس اذا تجي امسح على المره هم صاروا وياي. اي تعطيني هديه جيب لي الهديه. صاروا وياي تصوير وشهرت بيها. لا انت تريد تستفاد. هاي احنا راح نوصل رسالتك للساده المسؤولين الحكومه انه تمثل. تمثل؟ بس انت وين هسه تقاعد انت وين؟ انا تقاعد انا بعدني شباب يا معود. يا مودي. علي 70 سنة والله؟ يعني 70 عمرك 52 سنة. بس انا بعدني شباب. ما يخالي هاي هدية بسيطة من فاعل خير. وانت اخونا وحبيبي. بس شوف ترى هذه صبغة.
أسابقه؟ سابقه بيا؟ إيه حتى لحد يحسدني. أي من حسدك؟ بعد شباب صحيح. الله حبيبي أخ عزيز. احنا حابين نسلم عليك والله يحفظك والله يرزقك وممنون من احنا حابين نلطف الجو وياك ولا تقول نمسح الحلقه مالتك نمسح لا بالعكس والله راح شهر 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 والله يعني انت لو انا الله شانك من الشهيرة حبيبي اخ عزيز تحيه من قناه الايام لك والله يحفظك ممنون واحنا عاشفين عاشفين خاف يعني احرجنا لا بالعكس يا حبيبي اخ عزيز مستمرين وياكم مشاهدي قناه الايام الفضائيه وايضا خلنا نشوف اكون الغالي ام نعطيه هديه السلام عليكم شلونك الاسم بالخير عباس عباس شنو شغلك والله بيع ماي تبيع ماي الله يرزقك والله يحفظك ان شاء الله دائما بخير انت عرفتنا اهلا وسهلا انا قناه الايام الفضائيه اهلا وسهلا انا من على راس انا منو ما جاسم على راس اهلا وسهلا تعال جيب له هديه وين الهديه شنو لبلب اسمه انت بالذره انت هنا هنا ايش صارك تشتغل في هذا الشغل؟ يقارب 10 سنة اجل؟ سنة يقال يقال انه صار لك سنة؟ سنة هدية طبعا شكرا جزيلا فاعل الخير الله يوفقك فاعل لك الله يوفقك خلينا نشوف اذا اعزائي المشاهدين طبعا مستمرين وياكم مستمرين وياكم مشاهدي قناة الايام الفضائية من شارع فلسطين واحبابنا وقناة الايام وماجد ياسين وايضا مجمع نادي بغداد بغداد وين بيع شرطه الرابعه احد اي شرطه الرابعه كل زين سلامنا لهم الاهل كم نفر تعرف خمسه انت متزوج الحمد لله عامل ما شاء الله شنو شنو ده سجان الله يحفظك منهم طيبه عباس الله يحفظهم وارز خان والله زيني ان شاء الله الله يحفظك والله يرزقك ان شاء الله نشوف كل الخير وبس على 9 9 9 والله جزء 8 الصبح وعزل 9 الصبح و9 بالليل اه هيك العلاقه زينه على طالعه نعم راضي بها خير من الله والعائله راضيين نعم نعم الله يسلمك ممنون منك اذا شكرا لاخونا وحبيبنا ابو طيبه ابو طيبه ابو طيبه من عندك اذا خلينا نشوف السيد المخرج سيدنا المخرج مستمرين معكم لو كل زين يلا احنا ممنون ممنون الله ممنون جزيل الشكر السلام عليكم الله يسعدهم تعال السلام عليكم تعال خلينا احنا نريد نعطيك هديه تعال الاسم بالخير علاوي علاوي شنو شغلك؟ انا شغلي نادي ايش اسمه ملابس ملابس كل زين وين محلك؟ صورك تعال هنا نبيع ملابس خلنا نشوف علاوي ايش عنده ما عنده احنا نريد نعطيه هديه العوائل نعطيهم هدايا وهدايا كلش حلوه خلنا نشوف شو علاوي يبيع قنادر القنادر كل زين علاوي يبيع هاي البوت ونص بوت ابو حسين السلام عليكم شلون الاسعار؟ اكو 20 اكو 15 اكو 10 كل زين بس نساي بس نساي مو اللي جاي ماكو ماكو اذا اعزائي المشاهدين هذا شوف الشت وجد حلو من ابو حسين علاوي يقول هذا ب 35 سعره كلش مناسب وزين ويا ويا لازم وياه لا واحده الفرد واحده واحده هذا بس كلش انت شنو عامل موظف بالمحل؟ لا انا كاسب كاسب يعني هنا شغلك من الساعه؟ من العشره الى 10 بالليل 10 10 الصبح 10 بالليل؟ شوف شو يطلع عليك الحمد لله وشكرا خير من الله محصول قانع الحمد لله الله يرزقك الحمد لله وشكرا متزوج؟ لا ما متزوج كاسب ما متزوج كاسب؟ شوف شو منتظر ما متزوج؟ ما زوج والله معلوي بخالتي الفرحة انت بحجته بالعرس؟ العرس اليوم علاء بخالتي شو اسمه واحد من قله تحيه من خلال البرنامج علاء الفرطوسي تحياتنا لعلاء الفرطوسي الباحث زواج اخوه كنا انا ورحيم مطشر والفنانين كلهم هناك وهسه قال لي الباحث شفته بالقاعه ان شاء الله يوم زواجك نفرح لك الله يوديك الله يبارك فيك ان شاء الله أيوة. اسمك انت اول واحد الله يسلمك كل زين ايش عندك بعد؟ اذا اعزائي المشاهدين طبعا شوف هاي انا علاء ابو حسين الاسعار الحلوه مناسبه ابيش جد جد هذا 10 هذا 10 هذا وين تعال جيب الهدايا تعال جيب الهدايا جيب له الهديه ماكو هديه كل زين لا يقول يقول ما نعطي هديه لا بالعكس نعطي هديه هديه انت هديتك روح خلينا نشوف سلامك الله يسلمك الله يبارك فيك ابو حسين اذا عليهم قال انا عارف لا واحد لا الامور شلون زين والله الحمد لله تمام احنا طبعا خذينا من وقتك والله ربي يحفظك
على مقامك ومشكور يا ابو حسين على الاسلوب الحلو على هالملقى الحلو وربي ان شاء الله يرزقك بعد روحنا نسلم من الكادر ممنون ممنون سلمنا على الله يسلمك كم نفرتك احنا سبعه الوالده موجود لا موجود الحمد لله الوالده ما تريد تتزوج على ما تشوف ولادك والله بعد كل شيء قسم لك شيء ما خالف انت غير تنوي غير الله سبحانه وتعالى يقول انه ها شو يسوي والله كريم لا لا انت بتقول يا الله شو هي الحكومه ما شاء الله احنا هاي رساله نقدمها للحكومه اليوم مو يا ست هسه بكانك هسه انت بي ها ما مستقر يومي يا بلدي ما تقدر تستقر انا لا عندك وظيفه لو عندك شو تقدر تقول لا هسه لا جاك تعيين من الحكومه الحمد لله وشكرا قبل ازوج انا قرر 100% اذا مشاهدينا الاعزاء نتمنى من الحكومه اللي موجوده اليوم واجت ان شاء الله لفعل الخير مو بس انا كل الشباب كل الشباب يقولون احنا ترى ماكو عندنا تعيين اكو تعيين نتزوج اكو فلوس نتزوج نضمن حياتنا ونضمن مستقبلنا انه اكو راتب على الملاك ان شاء الله وهاي الشباب اللي قاعده نتمنى انه ينعاد تنظيمه بالشغل بالعمل ان شاء الله هاي رساله راح نوجهها لرئيس الوزراء ان شاء الله وللوزراء ان شاء الله وللحكومه وان شاء الله الخير جاي وربك اذا اريدك تشتغل بذاتك تصير الامور تصير الحمد لله وشكرا خليك فاعل بس اهم شيء لا تمد ايدك ولا الحمد لله وشكرا ممنون من عندك. إذا أعزائي المشاهدين من خلال ما صورنا هاي الحلقة اللي هي بشارع فلسطين من موقع ومجمع نادية برنامج ويا أحبابنا وقناة الأيام الفضائية وصلنا إلى مسك الختام. أتمنى هاي الحلقة قد نالت رضاكم. انتظرونا وحلقات قادمة من برنامج ويا أحبابنا إن شاء الله الأسبوع الجاي ونشوف يوم راح نروح. مشكور حيدر المصور سيد المخرج أستاذ محمد يقول عين هيك. سلمي عين مياه يهمه كيف الله سلم سلم ايش اسمه ولدك تبعك ما بدو ما مسوي شيء بعد ابو من ابو حسين ابو حسين يلا سلم لنا سلم لنا يا مال الله مشكورين شكرا ابو حسين دايم دايم ان شاء الله نلقى لك محل ان شاء الله وملك ان شاء الله اذا محل بعرسك شكرا ما نجي خادم انا وراح يمطشر بجيب لك الفنانين كلهم وتدلل وقناه الايام الفضائيه هي اللي تصور بعرسك بعد 20 ان شاء الله هديه من قناه الايام بس انوي انوي ان شاء الله وان شاء الله الله يحفظك ويحفظ الشباب العراق ان شاء الله يحفظ العراق الى اللقاء الى اللقاء مشكورين مشكورين مشكورين